إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم دورتنا راح تكون عن دورة اللي شرحنا واللي نشرنا إعلانات عليها قبل فترة. هاي الدورة مهمة جدا، من الصفر للاحتراف. المهم ما أريد أطول عليكم، ندخل بالموضوع. أول شيء لازم شو نسوي؟ عندنا هاي الأدوات وراح أرفع لكم عنها. هذا أول شيء لازم تسحب الكالي. الكالي هذا الموقع مرفق، نسحبه. عندك إذا النظام مالتك هو يتقبل 64 و32 حسب الحاسبة طبعا. مثلا أنا حاسبتي 64، أسحبه مالته تقريبا 2.3 إلا جيجا. وهذا الهاشتاج نسحبه ايزو، هذا ايزو إذا تريده، وهذا تورنت. فأنت أسحب ايزو ومن البقية الفيرتشوال انسى. الفيرتشوال شكو فيرتشوال انسى، شغلنا راح يكون ثابت وراح يكون متحرك. هاي شلون راح أسن نشرح ونشوف شو. هذا إذا كان عندك مثلا تتأكد أنه هنا عندك الكي، وهاي راح نتعلمها بعدين يعني حتى تعرف من يا سنة ليا سنة انه الكالي الى اكسباير معين هم حاسب اللي خاليه هذا الاكسباير مالته. هذا راح نتعلمه. المهم في بدايه الامر اول شيء لازم تسحب الكالي، اسحبه ايزو افضل لك. انا سحبه عندي وهذا 2018 العفو دوت وان. انا عندي 2017 ورا برنامج عندنا يحتاج هذا مع تقسيم الهارد وبرنامج مع اليونيفرسال يو اس بي انه تثبت الكالي باليو اس بي. لازم يكون عندك بالبدايه نصب البرنامج. حتى نقسم الهارد هسه لو تلاحظ هنا الهارد 312 جيجا بايت، لكن هو اني مالتي 500 جيجا بايت مقسمه يعني جزئين، جزء للنينكس وجزء للويندوز. خلينا اليو اس بي. شوف هذا عندي 64، لازم يكون عندك 64. اول عمليه راح نتعلمها شلون ننصب كالي لينكس ثابت. هاي بالبدايه شلون ننصبه ثابت. ندخل اليو اس بي بالبدايه للحاسبه، نفتح اول شيء البرنامج هذا النصبه تنصيب عادي. هذا الميني تول بارتيشن، هذا يقوم يقسم لك. تدخل هنا وانا خالكم الروابط كامله. شوف هنا عملية. هذا اليو اس بي مالتي راح اول شيء بالبدايه شو نسوي؟ نحرق النصب الكالي، نحرق الكالي لينكس وين بالفلاش. لاحظ وياي دور على كالي، دوس حرف كي هذا كالي لينكس. بعدين تسحب الايزو مكانه وين هذا جبناه. بعدين تحدد الفلاش وتنطي فقط هذا الاختيار وتقول لك كرييت، قول له يس، تنتظر. هنا راح يحرق ايش الكالي لينكس بالفلاش. طول العملية طبعا يعني حسب سرعة الجهاز وحسب سرعة الفلاش وحسب يعني ننتظر لحد ما ينحرق بالكامل لايزو داخل الفلاش. أول شيء بالبداية عندك فلاش يعني أنا خال 64، أنت بكيفك يعني. هو لازم أقل شيء يكون 8 جيجا. المهم كومبليت كله كلوز تمام. نروح شوف الفلاش تمام. هذا عندنا قطعة واحدة كامل انحرق الفلاش، انحرق العفو كالي لينكس. شو نسوي العملية الأخرى؟ نفتح البارتيشن حتى نقسم. هذا المينيتور البرنامج مال بارتيشن يقسم الهارد، يقسم الفلاش. هو شنو؟ هم عبارة عن هارد يعني، خلينا نقول عليه مساحة، تقسيم المساحات. تنتظر. ايوه هذا هو الفلاش مالتنا. شوف لاحظ شلون راح نقسم، نقسمه جزئين. انا احب اقسم كل شيء جزئين، ما انطي يعني مساحه هذا اكثر وذاك اكثر، لا
هذا تقول له بالايمن اكو موف ريسايز. موف ريسايز هنا تقدر تحدد المساحه تقسمها او منها تكتب كيفك. شوف بالناس اذا ما قدرت تجيبها بالفيت عن طريق الماوس تقدر هنا من خلال جوا بالبارتيشن سايز تقدر هنا تكتب 30 مثلا يحدد لك بالنص مثلا 60 أربعة طائرة هيك ف 30 للويندوز و 30 لللينكس انا هيك مسوي. قول له اوكي هذا اصبح عندنا فارغ. قول له كرييت يس هنا تكتب تخلي برايمري وتخلي طبعا لينكس يكون يحتاج لايش اي اكس تي 4. هنا تكتب البارتيشن. بارتيشن ليبل لازم يكون بيرسيسن لازم يكون بيرسيستنس لازم يكون بيرسيستنس. هذا هاي الكلمة لازم تكتبها بالليبل بارتيشن وتقول له اوكي. تمام هذا راح يكون قسم النص بالكالي. بعدين تقول له ابلاي تقول له يس. العملية تطول تقريبا حسب سرعة الجهاز وحسب سرعة الفلاش ايضا راح يقسم بعدين يفرمت ويثبت الليبل. فننتظر ونطق لنا جيارة لحظة. تمام اها سرعنا الفيديو وقفنا خلينا نشوف شويه تطول العمليه. تمام هنا سكسفولي اوكي تقول له اوكي. اذا اصبحنا تمام عندنا قسمنا اثنين. بعدها سوي ريستارت للحاسبه ونكمل بالدرس القادم. بعد ما سوينا عملية الريستارت ولازم تحدد اليو اس بي تخليه وهنا نختار يو اس بي بيرسيسنس. ننتظر لحد ما يحمل النظام. دخلنا هنا اول عملية راح نسويها طبعا الكوماند ثانية مرفقة نروح على التيرمينال. هذا التيرمينال هنا شوي نكبر لكم الشاشة حتى مال التيرمينال حتى يبين الإعازات. أول إعاز راح نكتبه اللي هو F disk slash عفوا space سالب R. هنا نحدد الديفايس مالتنا يا هو الديفايس يطلع لك الديفايس الأجهزة المرتبطة عندك. هذا الديفايس هذا الفلاش مالتنا واحد للويندوز وواحد لللينكس. فتاخذ فقط اسم الديفايس شو اسمه هذا ديفايس اس دي اي. تفتح تيرمينال الاخر راح نكتب به الاعازات. لاحظ العمليه شلون تشتغل. هنا راح نكتب اول اعاز انه نثبت شلون نسوي ام كي داير. هذا يشيل لك فولدر سالب بي وين ننشئ الفولدر اسمه mnt slash usb. هاي بالبداية ننشئ لك بالمسار اللي هذا ننشئ لك. ثاني اعاز mount يعني حدد لي slash هذا انه شوف انا شكيها بالعربي كتفسير هذا الجهاز انه يشتغل اوتوماتيكال وين الدايركتوري الملفات السيستم على انشأنا ال MNT USB. انتر حدد الماونت. هنا هو يحدد لك انه ملف التشغيل مباشرة هنا يجي معنا لما لازم ال USB موجود. المهم ايكو يعني اطبع شوف space slash
العفو هنا مو سبيس سلاش، هنا طبعا غلطت، العفو لازم سلاش سبيس يونيون، سبيس علامة أصغر سلاش ماونت سلاش يو اس بي حددناه الجديد سلاش وين نطبعه، هذا السلاش يعني بال ننشئ ملف اسمه persistence.conf. conf تجي يعني شلون كونفرجيشن، شلون نقول عليها يعني مثل settings. هذا الإعاز الأخير إذا تريد تكتبه أو ما تكتبه مو مهم، يو ماونت يعني إلغي العملية التحديد إنه يشتغل من الهارد، العفو من هذا المسار ينشأ من هذا، تريد تنشأ أو ما تنشأ كيفك، هو مرات يرهم ومرات ما يرهم حسب. بعد ذلك شو تسوي؟ ريبوت، إيش يعني ريستارت للحاسبة، وراح نلاحظ راح أوقف. أوكي أيضا تحط الفلاش باقي وتحدد اللايف يو اس بي بيرسيسنس، تمام. بعد ما سوينا هاي الإعازات وكتبناها بالكامل نجي ننشئ فولدر، نشوف احنا جاي نسوي هاي العملية انه بحيث نسوي يو اس بي خارجي، هاي العملية انه بحيث نسوي يو اس بي على النظام وين ما نفتر نشتغل شغل قوي بحيث حتى ما ننكشف. هذا الشغل يسموه انه شايف اللايف انه ما يحفظ لك، بس انا جاي اسوي عمليات انه جاي انشئ فولدر واسوي عمليات على مود شنو يحفظه لو حتى اطفي النظام، تدرون انه اللايف يروح. هاي البيرسيستنس انه شي يسوي يثبت لك اي شي يسوي من العمليات، اضافة ابديت الى اخره داخل الفلاش، فيكون عندك نظام ثابت داخل الفلاش. هنا انا جاي انزل سي ماتريكس، جاي اجرب، نزلنا سي ماتريكس هذا الاعاز اي بي تي جيت انستل، يعني نزل لي هيش فشي يعني شلون نقول نشوفه يثبت بالنظام، نقول له كلوز وخلينا فولدر وراح نسوي ايش ريستارت ونجرب انه يبقى بالفلاش هاي التغييرات اللي سويناها لو لا. بعد الريستارت تدخل على اليو اس بي بيرسيستنس، راح نشوف، خلينا نشوف باوع بقى اي شيء تعديلات اي شيء تسوي من عمليات إضافة إلى آخره يبقى داخل الفلاش. خلنا نكتب هذا الجهاز سي ماتريكس. أوكي إذن هذا المقصود به أنه من نسوي عمليات أي شيء إضافة تحديث إلى آخره يثبت بالفلاش من أدوات كنظام ككهارد ثابت شلون بالحاسبة. فهذا وين ما تريد تتنقل مثلا وتريد تشتغل نظامك بجيبك وكامل، حتى بالبداية لما نسوي IBT GET هذا طبعا بعدين نشرحها IBT GET update سوي تحديث للنظام بالبداية يثبت، فهاي اللي مقصود من عندها. ليش؟ لأن انت تكون متحرك بالنظام وثابت عندك من العمليات، تقدر تعدل وتغير وكل شيء اللي راح نشرحه تقدر تسوي على الفلاش، تقدر تغير الوقت وإلى آخره. هذا كل ما هنالك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.